مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث، نخصصها اليوم بمناسبة عيد المرأة لمناقشة إصلاح مدونة الأسرة. يسرنا كثيرا أن تكون معنا من الرباط الأستاذة سعيدة الإدريسي، وهي فاعلة حقوقية نسائية. أهلا وسهلا بك سيدتي معنا. كما يسعدنا أن تكون معنا من الدار البيضاء الأستاذة بشرى عبدو، وهي مديرة جمعية تحدي للمساواة والمواطنة. أهلا وسهلا بك سيدة بشرى معنا. أبدأ معكم الأستاذة سعيدة الإدريسي، كل عام وأنت بخير. أولا نحيي النساء في كل بقاع الدنيا بمناسبة هذه المناسبة. المناسبة اليوم كذلك مهمة للحديث عن نقطة جوهرية تتعلق بإعادة النظر في بعض مواد مدونة الأسرة. هل يبدو لك أن الأمر ملح الآن؟ شكرا لميديا تي في. بالطبع الأمر ملح الآن، وخاصة الإصلاح، والحركة النسائية تطالب بالإصلاح الشامل لمدونة الأسرة، خاصة بعد أن بعد دستور أقر المغرب دستور 2011 الذي نص في الفصل 19 على المساواة بين الجنسين بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق والبيئية والثقافية إلى آخره. طيب الأستاذة بشرى عبدو، من النقاط الجوهرية التي تستدعي إعادة النظر فيها وتصحيحها كذلك زواج القاصرات، كيف نفهم استمرار هذه الظاهرة رغم الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها المملكة؟ مساء الخير وتحية مسائية لكل النساء المغربيات في عيدهن الأممي. كل عام وأنت بخير أستاذة. بالنسبة لهذه النقطة ديال زواج القاصرات، للأسف أنها ما زالت متفشية بشكل كبير، وهذا ما يلاحظ كذلك في الإحصائيات التي أعطتها لنا رئاسة النيابة العامة مؤخرا، أنها نسب خطيرة وتدق ناقوس الخطر عليها. بالطبع هذا التفشي يخلق عدة مشاكل، من هدر مدرسي، من أمراض جنسية وجسدية للقاصرات، وكذلك من إعاقات في الولادة الأطفال من القاصرات. لذا فاليوم حان الوقت من أجل حذف الفصول المتعلقة بزواج القاصرات من قانون الأسرة، نظرا لأننا ضروري أن يتلائم هذا الدستور وهذا الفصل بطبيعة الحال مع اتفاقيات حقوق الطفل التي وقع عليها المغرب، وكذا التي تنص على الحقوق الكاملة الأطفال، وأن السن القانوني هو سن الزواج 18 سنة، وضرب كذلك الزواج الاستثنائي أو الزواج في سن أقل من 18 سنة، لأن كلما قدرنا أننا نكثفوا الجهود من أجل توقيف هذا الزواج القاصرات وكذلك تجريمه ومعاقبة كل من يقوم بتزويج طفلات، سنعتبره حنايا اليوم هو اغتصاب للطفولة واغتصاب للحقوق الأساسية للطفل، لأن مكانه الطبيعي هو حضن الأسرة، مكانه الطبيعي هو مكان في المدرسة، مكانه الطبيعي هو الترفيه، هو اللهو، هو أنه خصو يتمتع بكل الحقوق الأساسية والإنسانية للطفولة، ماشي أننا نقوم باغتصاب طفولته وأننا نوضعوه داخل بيت الزوجية، وأنه تقوم بمهام ديال الزوجة في سن أكبر من سنه. إذن اليوم الحركة النسائية المغربية كلها تكتف الجهود من أجل أولا محاربة زواج القاصرات عن طريق عدة أنشطة وقوافل داخل القرى، من أجل التحسيس، من أجل التوعية، وكذلك اليوم كل مؤسسات الدولة وكذلك المؤسسات الدستورية كلها تدق ناقوس الخطر من أجل الحد ومن أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة. اليوم طيب. مطلب واضح جدا هو الحذف النهائي للفصل 21-22 من القانون مدونة الأسرة. طيب الأستاذة الإدريسي، من النقاط الهامة كذلك إثبات النسب، كانت هناك اجتهادات قضائية تبقى استثنائية في الحقيقة، ما أهمية إعادة النظر في هذه النقطة؟
أنا أظن أن القضية ليست في تعديل فصم الفصول وتعديل ترقيعي لمدونة الأسرة. مدونة الأسرة كلها يجب أن تراجع في شموليتها، ويكون مبدأ المساواة عرضانيا فيها، لأن ما حدنا كنشوفوا بأن مدونة مبنية على مبدأ القوامة الذي يعطى للرجل فيكون هو يعتبر رب الأسرة، ويعتبر هو من يصرف على الأسرة، ويعتبر أن ويعطى له سلطة القرار على الأطفال وعلى من سيكون طفل طبيعي ومن سيكون طفل اللي هو بيولوجي. فهذه مسائل مدونة الأسرة فلسفتها كلها تقليدية، ويجب أن يعاد فيها النظر، وأن يتم إصلاحها استنادا أولا على روح وفلسفة الدستور الذي ينص على المساواة كما قلت، واستنادا على الواقع المعاش للنساء في معاناتهن من آثار وهذه مدونة الأسرة الحالية، وكذلك استناد على الاتفاقية الدولية التي التزم بها المغرب. لا يمكن لدولة أن تلتزم باتفاقية وتصادق عليها ولا تلائم تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقية. الآن الواقع يحتم على المغرب أن يلائم تشريعاته التمييزية، منها مدونة الأسرة، طيب. بالاتفاق مع الاتفاقية الدولة والدستور. أظن أن القضية ديال لا هذا المثال أعطيتيه على البنوة الشرعية، البنوة الطبيعية إلى آخره، هذه مسائل. ورفض الفحص الجيني اللي هو فحص علمي في إطار مدونة الأسرة، وتقبله في الخيانة الزوجية. إذا هل نبحث الآن على المصلحة الفضلى للطفل والطفلة؟ لا، لأن لما نقول أن المصلحة الفضلى للطفل ونقصي أطفال ونحرمهم من الهوية ونعرضهم لمشاكل وللوصم الاجتماعي، فهذه ليست منصفة حتى للأطفال. لهذا القانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل الأفراد المتواجدين في الأسرة، من المرأة للرجل والطفل والطفلة. هذه مسائل ضرورية. ولما نتكلم عن مبدأ المساواة، تكون المساواة في الحقوق وكذلك في الواجبات، وهذا سيخرجنا من عدة مطبات التي تعيشها النساء من خلال التمييز الذي هو موجود في مدونة الأسرة. والأمثلة كثيرة، من تزويج الطفلات إلى الولاية القانونية التي أعطيت للرجل لأنه وفق مبدأ القوامة، إلى تعدد الزوجات، إلى اللامساواة في الإرث، إلى البنوة الشرعية والطبيعية إلى آخره. فهناك الإصلاح الجذري الآن ضروري وممكن، لأن المغرب في طريقه إلى في مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا يمكن أن نتكلم عن المساواة دون أن نعيشها ودون أن نمارسها ودون أن تكون المرأة متمتعة بحقوقها في بلد القانون والمؤسسات. أقدر تماما ما تتفضلين به الدكتورة الأستاذة الإدريسي، ولكن نريد كذلك أن نتحدث عن تفاصيل بعض النقاط التي تبدو جوهرية وحاسمة من أجل تحسين وضع المرأة والأسرة والأطفال وزوجها كذلك. الأستاذة بشرى عبدو، لماذا لا يتم اللجوء إلى الأبحاث المتطورة والاكتشافات المتطورة في إثبات النسب مثلا؟ كيف هي حالة إثبات النسب اليوم في المملكة؟ نقرأ بين الفينة والأخرى في الصحافة تكتب عن بعض الاستثناءات والاجتهادات القضائية، لكن ماذا عن الواقع الحالة برمتها؟ للأسف الشديد هو أننا باش نتكلموا اليوم على ثبوت النسب، تلقوا أن الأطفال اللي مولودين في علاقة غير قانونية بدون وثيقة بدون عقد زواج، أنهم ما تتمتعوش بالحق في الهوية،
واللي تنعتبروا انه حق من حقوق الانسان وحق من حقوق الاطفال، وتنص عليها اتفاقيه حقوق الطفل، وتنص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتنص عليها كل الاعلانات والاتفاقيات الدوليه. لان اول حق اللي ممكن يتمتع به اي انسان هو الحق في الهويه، هو يكون عنده عقد زياد، هو انه خصو يتمتع بكل الحقوق. للاسف الشديد هو ان في الوقت اللي تنخوضوا في مصادر قانونيه تلقاو ان هاد الاطفال ما تيتلحقوش، نظرا لان دائما هم وصمة عار، هم مرفوضين، هم أبناء زنا، ابن زنا لا يلحق إلى آخره. بالرغم أن هناك اجتهادات من بعض القضاة، ولكن في الوقت تندوزوا الاستئناف، وفي الوقت تندوزوا النقد تأيد النقد الاستئناف بحكم أنه ما خصوش يتلحق. اليوم كما قالت الأستاذة سعيدة، هو أننا عندنا الخبرة الجينية العلمية اللي خصنا ناخذها بعين الاعتبار، وتكون هي الوسيلة الوحيدة من أجل إثبات النسب. اليوم كذلك عندنا دستور متقدم في الفصل 32 ديالو كان واضح جدا، هو انه تكلم على ان الدوله تسعى لتوفير الحمايه القانونيه والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال بشكل متساوي، بصرف النظر عن وضعيتهم العائليه. اي اننا اليوم امام دستور متقدم، ضروري الملائمه مع هذه المدونات الاسره، ضروري كذلك هذا الفصل 32 يتخذ بعين الاعتبار من اجل المصلحه الفضلى للطفل. لا يعقل باش نلقاو ان الاطفال داخل المؤسسات التعليميه باقين تنظر لهم نظره الاحتقار، نظره حاطه بكرامتهم وكرامتهم، حاطه بكرامه كذلك الامهات ديالهم كامهات عازبات، باقي تبقى تنبقاو تنقلبوا لهم على الوثائق وتنبحثوا لهم على الوثائق بين الادارات من اجل توفير عقد زياد اللي هو انساني وطبيعي اللي خاصو يتوفر عليه الطفل. كذلك في الوقت اللي غنخوضوا في المعارك كذلك القانونيه، خاص في الوقت اللي غتتم الخبره الجينيه العلميه ويثبت بان الاب اللي حنا اللي يمكن فيه الشك اللي عليه الشكايه انه ابو البيولوجي، خاص ضروري الالحاق به، وضروري انه يسجلوا في الحاله المدنيه بدون اي تراجع. لان اليوم لنا وسيله للاثبات، لماذا لا ناخذ بها؟ اذا هذه من مطالب الحركه النسائيه اليوم، هو ان هذه الوسيله هي الشرط الوحيد الاول والاخير من اجل اثبات النسب. طيب، اعود الاستاذه الادريسي الى النقطه المهمه التي اثرتها والمتعلقه بولايه الاب. الكثير من السيدات هن الذين يقمن على الاسره ويحتجن بالتالي الى ولايه الاب، الى الكثير من اباحه لبعض الامور التي تبدو في مصلحه الطفل. هذه النقطه الى اي مدى هي مهمه اليوم بالنسبه للحركه النسائيه من اجل اعاده النظر فيها؟ إذن هذه الولاية القانونية التي تعطى فقط للأب هي ماشي هي ظلم وإقصاء لمهمة الأم أو داخل الأسرة، لما تكون الأسرة في حالة زواج أو في حالة انحلال ميثاق الزواج. فنرى الأم مثلا حتى في خلال في العلاقة الزوجية يكون الأب هو الذي يقرر، وهو الذي يعطي يجب أن يعطي الموافقة من أجل تدبير إداري أو ملف ملحة إلى آخره، بينما الأم كذلك تساهم في تربية هذا الطفل أو هذه الطفلة. في انحلال العلاقة الزوجية تكون الطامة الكبرى، لأن يقول للمرأة أنت تحضنين، كتربي، كتهلي في ذاك الوليدات، كتديهم مدرسة، كتقريهم، كتراجعي معهم، كتدفقي عليهم. أنا شي مرة حتى الأب ما تعطي حتى ديك النفقه ما كيعطيهاش، ولكن لا انت يا بارك عليك كديري غير هذه المسائل هذه. لكن القرارات الحاسمه للطفل لولادك الاب هو الذي يجب ان يقرر في كل شيء، حتى في عمليه جراحيه، حتى في نقل من مدرسه لمدرسه، حتى في السفر الى الخارج، في جميع القرارات الخاصه بالطفل هو الأب. هل هناك اليوم استثناءات للأستاذة إدريسي أم لا؟ لا استثناءات، لما يجب أن نذهب إلى القضاء، نعم، ونعمل دعوة، وكل ما يتطلب لكم من وقت ومن مصاريف للمحامي، وكل هذا الوقت في انتظار، يمكن حتى ذاك الوقت ديال السفر كيمشي،
ولا داك الالتحاق باي حاجه كتدوز. كيف انني انا ام واذهب الى القضاء لكي اخذ جزء، ولكن لا يعطى لي الولايه، يعطيني فقط هذيك اوتوريزاسيون او رخصه لكي انقل الطفل من مدرسه الى مدرسه واسافر به او اعطيه كذا او اعمل له عمليه لان الاب رفض. هذا استثناء، ولكن هل يمكن لجميع النساء ان تفعل؟ ما يمكنش. النساء ماشي كلهم عارفين القانون ولا عارف عندهم ما موارد ولا امكانيات ماديه باش يمشيو للقضاء ويرفعوا دعوه ويتسناوا الى اخره. فهذا حيف وظلم واعتبار النساء تحت الوصايه دائما، رغم انهم نساء مسؤولات، امهات مسؤولات على اطفالهم، هما اللي كبروهم، هما اللي حضنوهم. والاب تيكون غائب خاصه فيما يكون الطلاق الى اخره. فهناك حالات يمكن الاستاذه بشرى عبد تقولها بان الام التي هي تتحمل تتكفل بكل شيء، بكل مصاريف الطفل ديالها والاطفال ديالها، وفي الاخير تكون مكتوفه الايدي امام القرارات الحاسمه وتبدو كأن لا قيمة لها وتكرس دونيتها ووصاية. ونرجع لمسألة القوامة، ها هنا كذلك من مظاهرها هو حرمان الأم من أن تكون، هنا تنقوله في الأول تدبير شؤون الأسرة بالمساواة بين الزوج والزوجة، ولكن هذه المساواة ليست عرضانية. تنقول هنا يا فيما يخص القرارات هذه ليس لك أي سلطة على أبنائك، لأن السلطة الحاسمة والكلام الأخير عند الأب. فأي إنصاف هنا وأي ما يمكنش حتى الكلمات ما كنحسوا بالحقرة، كنحسوا بأن مواطنات ناقصات وأن لا يعترف بنا في القوانين كأمهات خاصة في القانون، لأن هنا القضية المسؤولة ديال وكم من طفل من خلال هذه الولاية خصنا نشوفوا الأثر ديالها. شحال من طفل وطفلة انقطعوا المدرسة ما عطاش لما الانتقال، بقات الأم بين في المتاهات، بين كثر ما كتبغي من تمشي من البلاد للبلاد تدي ولادها لأنها في حالة طلب الطلاق إلى آخره، فيضيعوا الأطفال. وشحال من واحد ضعف المنحة ديالو، وشحال من واحد ضعف أنه يكمل دراسته على برا ولا يدير عملية إلى آخره. فهذو حالات كنستقبلوها في مراكز الاستماع. طيب. وهذا مسألة الآن مرفوضة خاصة مع في الوقت الحالي اللي المرأة مسؤولة وتساهم بكل ماديا ومعنويا ونفسيا في الأسرة. طيب الأستاذة ما عبدو، هل هذه الحالات التي تتحدث عليها الأستاذة الإدريس هي حالات استثنائية أم هي حالات عديدة جدا؟ ما الذي يفعله القاضي أمام عندما يجد نفسه أمام مصلحة الطفل وعليه أن يتخذ قرارات تساعده على حياة أفضل أو على انتقال في المدرسة أو الانتقال للعب في أمكنة أخرى أو فرق أخرى أو حتى مرات حتى لفتح حساب بنكي؟ هذه حالات كثيرة وكثيرة جدا، لأن أغلب الجمعيات التي لديها مراكز الاستماع تستقبل النساء المشتكيات في شهر شتنبر في بداية الموسم الاجتماعي أي الدخول المدرسي، وكذلك في شهر يونيو أي في نهاية الشهر نهاية المدرسة، لأن تلقوا أن النساء تكونوا أنهم في حالة شقاق أو في خصام مع الزوج أو في طلاق، وتبغيوا يبدلوا وليداتهم من مدرسة لمدرسة. إذا هنا تولي عندهم واحد المشكل حقيقي، هو من سيوقع على شهادة المغادرة. وهنا تلقوا أن شهر شتنبر أغلب النساء تشتكي من أجل أنها تسجل وليداتها ولا بنيتها في المدارس القريبة منها. أستاذ عبدو هل تسمعينني؟ نعم. هل تراعى دائما مصلحة الطفل في هذه الحالات؟ هنا تنقدروا نتكلموا على أن وزارة التربية الوطنية مؤخرا أنها بدأت تتساهم كذلك في تسهيل بعض المساطر. بطبيعة الحال الأم دائما عليها أن تقوم بشكاية استعجالية لدى القاضي من أجل أن يوقع لها من أجل انتقال طفل من مدرسة إلى مدرسة. كذلك هناك بعض المدراء كذلك اللي تقدروا يسهلوا المسطرة، وكذلك تقدروا أنهم
يوضحوا الأمهات الإجراءات القانونية اللي ممكن يخوضوها من أجل تسجيل الأطفال. هناك كذلك بعض الشكاوى الاستعجالية من أجل إجراء عمليات جراحية، ولكن هناك كذلك بعض الأشياء أخرى اللي ضروري أن الأب اللي هو غير منفق، غير لا يقوم بزيارة المحضر، غائب بشكل مطلق، غير مسؤول، أنه ضروري خاص يوقع بعض الوثائق، خاصة في الوقت اللي تنتكلموا على تأمينات ولا تنتكلموا على إنجاز جواز سفر أو اكتمال الدراسة ديالو خارج الوطن. إذا تلقوا دائما هناك تقييدات على الأم الحاضنة. هنا ضروري اليوم إعادة النظر كذلك في هذا الفصل من أجل إعطاء الولاية الشرعية للأم كأم، نظرا لأنها هي من تعتني، هي من تنفق، هي المسؤولة، هي من ترعى ذاك الطفل أو تلك الطفلة. إذن لا يعقل باش دائما حنا غنعطيو القوى ونعطيو المسؤوليه ونعطيو السلطه لهذاك الزوج ولا كذلك لهذاك الطليق، وفي الوقت تلقاو ان هناك عراقيل ضد المصلحه الفضلى والاولى والاخيره للطفل. اللي كما قالت الاستاذه سعيده هو ان حنا عندنا حالات في جمعيه تحدي المساواه والمواطنه لاطفال سنتين ما تيقراوش في المدرسه لان هناك عرقله ديال الاب ديالهم باش ما يسجلهمش في مدرسه قريبه من الطليقه ديالو، واللي تحرم من حقوقه الأساسية هو هذاك الطفل. طيب الأستاذة من الإدريسي، موضوع تعدد الزوجات هو موضوع هام ولكنه حساس جدا. الحركة النسائية بماذا تطالب في هذه النقطة بالذات، رغم أن هذه المسألة تثير الكثير من النقاش الديني والمجتمعي كذلك؟ القضية ديال تعدد الزوجات أو منع تعدد الزوجات هو كان مطلب من في الإصلاح الأول لمدونة الأحوال الشخصية، كان ضمن المطالب ديال الحركة النسائية أن منع تعدد الزوجات، أن عائلة لا يمكن أن تكون بالتعدد، عائلة تتكون من أب وأم وأطفال، وإذا كان هناك أطفال فالتعدد هو انتهاك لكرامة المرأة، وأننا نستغل مثلا فقر المرأة أو إلى آخره لكي تكون الزوجة الأولى أو الثانية. هذا طيب كيف تردين الأستاذة الإدريسي من وجهة نظرك على أنه يقولون أن بعض الحركات النسائية تسعى إلى تحريم ما هو حلال؟ كيف تردين على هذه المسألة؟ أرد عليه، لماذا يرون الحلال والحرام في هذه المسألة؟ لماذا لا يرونها مثلا في بيع الكحول أو في اليانصيب أو في مسائل تجارية أو مسائل أرباح بنكية؟ حينما يتعلق فهذه مسائل، هذا نحن في نظام باترياركي يدافع عن امتيازاته ومصالحه، من السلطة الاقتصادية إلى السلطة الاجتماعية، ويريد أن يكرس أشياء بدون إعطاء أي اهتمام لما تحس بها النساء ولا يهتم بكرامتهن. فالمسألة هنا ليس فيها القضية الحلال والحرام، فالدين واضح هنا، ولا يمكن الإنسان أن يعدل خاصة الآن مع الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية إلى آخره. هناك حالات أنا أتذكر أن هناك تحايل على التعدد، كان هناك رجل تعدد، هو النساء من يصرفن على أنفسهن، وهو كان يعدد في مدونة الأحوال الشخصية وهن من يصرفن، وكان هو ينتقل من مدينة ومدينة، وكل مدينة فيها زوجة تقوم بالتكفل بالأطفال وبه كذلك. فهذا إذن تحايل. إذا الأسرة، لما نتكلم عن الأسرة الآن أصبحت الأسرة النووية، الأسرة النووية ومع المصاعب الاقتصادية إلى آخره، فالأسرة لكي يكون عندنا جيل متكامل يجب أن تكون الأسرة كذلك متوازنة. نعرف أن التعدد ومشاكله بعد أن يموت المتعدد بين الأطفال، لا تبقى لا أسرة ولا تضامن ولا تكافل إلى آخره، كاين الكراهية، تنبت الكراهية بدل المحبة وبدل التضامن الأسرة الذي يكون. فأظن أنا هذا المسألة ديال التعدد في القرن 21 الآن، التي النساء يساهمن فيه في التنمية في الأسرة في كل شيء،
لا يمكن أن 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 ون ونحن مصادق ودولتنا مصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان ومسألة الكرامة مبدأ من المبادئ. أنا أظن هذو مسائل يجب أن نتجاوزها لأن نخلق أو أسر متوازنة. طيب لنأخذ رأي الأستاذة عبدو في هذه المسألة كذلك. الإشباع للإشباع الجنسي أغلبية لما لنتحدث بصراحة. لماذا هذا التعب؟ للإشباع الجنسي. الأستاذة عبدو كيف تنظرين إلى هذه المسألة؟ نأخذ رأي الأستاذة عبدو في هذه المسألة كيف تنظرين إليه؟ حتى الواقع الذي نعيشه يرفض تعدد الزوجات. نحن كجمعية نستقبل النساء، أغلبية المطلقة للنساء التي نستقبلهن كلهن رافضات لتعدد الزوجات، ويعان هناك بعض النساء اللي تعيش التعدد ويعيشوا الويلات، يعيشوا المعاناة، يعيشوا التعذيب، يعيشوا السب والشتم والإهانة وعدم نفقة الزوج. كذلك النساء ضعيفة جدا ديال تعدد الزوجات اليوم داخل في المحاكم 0.34%. إذا النسب هي نسب اللي ضعيفة اللي تتبين بالملموس أن المجتمع ككل ولا رافض التعدد ورافض أنه يمارسه ورافض أنه يخوض فيه. إذا باش نتكلموا على الواقع وتنتكلموا على الإحصائيات وتنتكلموا كذلك مع نساء اللي هما تعيشوا التعدد والمعاناة تاعو، أكيد أن اليوم حان الوقت كذلك من أجل الحذف ديالو النهائي من قانون الأسرة. باش نتكلموا على الحلال والحرام، باش نبغيو نتكلموا على الحلال والحرام نتكلموا كذلك على المصلحة الفضلى للطفل، كيفاش غيعيش الطفل كذلك داخل أسرة فيها تعدد. احنا تنتكلموا على أسرة واحدة اللي فيها زوج وزوجة وتلقاو الطفل أنه ما تعيش مزيان وما ساكنش مزيان وما تنفقش عليه الأب وما تقومش بالزيارة دياله وترفض الحقوق دياله أنه يتمتع بها. وحبذا باش نتكلموا على أسرة اللي فيها ثلاث زوجات أو زوجتين وكل واحدة والدة جوج ولا ثلاثة، كيفاش ممكن أنهم يعيشوا بكرامة ويعيشوا بحب ويعيشوا في جو في علاقات إنسانية بين الأفراد دياله. كذلك الآية القرآنية الكريمة هي واضحة وضوح الشمس، مثنى وثلاثة ورباع وما ملكت أيمانكم وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد، ولم تعدلوا لن حرف نفي قاطع، أين مستحيل يكون العدل بين الزوجات. إذن لا يعقل باش حنايا في الوقت اللي تنبغيو نتكلموا على الدين تنتكلموا اللي في مصلحتنا، وفي الوقت اللي تنتكلموا كذا باش ما تكونش مصلحتنا ما تنستعملوش الدين الإسلامي وما تنستعملوش الآيات القرآنية. اليوم بطبيعة الحال الواقع يتحدث، الواقع هو اللي تقول لنا أن اليوم حان الوقت من أجل حذف هذا الفصل لأنه ما بقاش ساري في الواقع المعاش اليومي. طيب ماذا عن الإشكاليات التي ما زالت عالقة والمتعلقة بالطلاق الأستاذ الإدريسي؟ الإشكاليات اللي متعلقة بالطلاق والتطليق إلى آخره، فإشكالية أنا أولا أن المدونة الأسرة حافظت على جميع أنواع الطلاق، بينما المسألة يجب أن تكون أن الطلاق يكون بيد القاضي هو الذي يحسم في هذه المسألة هذه. فالتطليق للشقاق كما نرى أصبح كان باب مفتوح لتحرير النساء من بقاو معلقات 20 سنه 10 سنوات، وكان هذاك تطليق الشقاق منفذ لهن للتحرر. اصبح الشقاق الان يذهب اليه الرجل والمراه، فهذه مساله الطلاق كذلك اشكاليه، لاننا حتى المساله ديال مي كنبغيو نديروا ديك لا ميدياسيون او الصلح لا يمكن، يجب أن يكون للقاضي موارد بشرية ومتخصصين في المسألة ديال الصلح. ما يمكنش هو يدير جميع هاد المسائل بين الزوجين، خص مثلا تكون خبرة وتكون آلية مؤسساتية للصلح بين الزوجين باش يقدروا يتغاضوا على الطلاق، لأن هذه مسألة زعما ايجابيه. اول حاجه من تيكون الانسان يمكن على غضب على هذا باغي نطلقه، يمكن لما كتكون القضيه ديال هذه ديال الوساطه كتكون ناجعه يمكن
هذاك الشمل يتلم وداك الاسره تبقى كل واحد غيفهم اخطائه وغيتجاوزها الى اخره، وهذا يساهم في استقرار الاسره ولكن ليس على حساب المراه ولا على حساب اغلبيه، لا لا لا، لا يكون على حساب المراه، لان المساله ديال لما تطلب النساء الطلاق هناك اسباب عده، كتكون القضيه ديال العنف، القضيه ديال الاهمال، القضيه ديال القضيه ان الاب لا يوفي بمسؤولياته الى اخره. فاظن مساله الطلاق يجب ان تكون طلاق على يد القاضي، ويتحيد داك الطلاق الخلعي والطلاق هذا. فداك الطلاق الان ليس دوك العدد من انواع الطلاق ما كيعلاش يبقاو في مدونات الاسره. طيب ماذا عن العنف الاستاذه بشرى عبدو في مدونه الاسره؟ هل يجب اعاده النظر في هذه النقطه كذلك؟ العنف هو له قانون آخر، هو قانون 113، ولكن في قانون الأسرة نتكلم على العنف القانوني في الوقت اللي تنتكلموا على تقسيم الممتلكات على سبيل المثال. هو أننا باش نتكلموا على تقسيم الممتلكات نقولوا بأن اليوم كذلك خاص قوانين تنظيمية لهذا الفصل 49، كذلك أن خاص يكون تنص عقد الزواج على تقسيم الممتلكات المتراكمة بعد الزواج للطرفين، أي أنه خاص يكون واحد النسبة ديال 50% أن المرأة ممكن تستفد منها في الوقت اللي غيكون طلاق بين الزوج والزوجة. والرجل كذلك يجب أن يستفيد أم لا؟ بطبيعة الحال هو باش نتكلموا على تقسيم الممتلكات المتراكمة بين الزوجين، أي أن ممكن يكونوا متراكمين من طرف الزوجة وكذلك ممكن متراكمين من طرف الزوج، كذلك أن خاص ضروري احتساب العمل المنزلي للمرأة التي برضائية أنها جلست في الدار من أجل أنها تقوم بالأعمال البيتية، وكذلك أنها تستفد من كل الممتلكات المتراكمة بالنصف، كذلك أن هناك مؤسسات أخرى اللي خاصة كذلك تكون على علم بهذا الفصل داخل قانون الأسرة من أجل تسهيل المساطر الإدارية وكذلك القانونية. باش نتكلموا اليوم كذلك على الطلاق كما قالت الأستاذة، هو أننا اليوم احنا نتمنوا أن يبقى على نوعين فقط، تطليق للشقاق وكذلك الطلاق الاتفاقي، لان هاد النوعين هما اللي هما عندهم نسب داخل المحاكم، وكذلك ان النساء والرجال تيتقاضوا بهم داخل المحاكم، ونطالب كذلك باعاده النظر في طرق الصلح، اي في ديك الغرفه المشهوره ان يكون صلح بقواعده من اجل القيام بالوساطه الحقيقيه بين الطرفين، وخاصه ان في الوقت تكون هناك فقط شنآن خفيف بين الطرفين اللي ممكن يتحل وممكن تستمر العلاقه الزوجيه بدون تفكك ديالها او انحلال ديالها. هادو بعض النقاط هي اساسيه جدا لليوم حان الوقت من اجل اعاده النظر فيها. كما قالت الاستاذه سعيده، هو اننا نطالب باصلاح شمولي لقانون الاسره، خاص تكون اراده سياسيه قويه من اجل الاخذ بعين الاعتبار مطالب الحركه النسائيه اللي تعتبرها مطالب انسانيه تخدم الاسره ككل، بدون بغض النظر اننا نتكلم كجمعيات على النساء، ولكن نتكلم عن الاسره بكل مكوناتها نساء ورجالا، وكذلك المصلحه الاولى والاخيره والفضلى للاطفال، لان باش نحفظوا كرامتهم. كذلك اعاده النظر في النفقه ومستحقات النفقه، لانها مستحقات هزيله جدا ولا تغطي المصاريف اليوميه للاسر. لا يعقل اليوم احنا باقي مثلا تنخرجوا للطفل 300 درهم ولا السومه الكرائيه 200 درهم ولا اجره الحضانه 50 درهم، اذا لا يعقل ان هذا المستحقات تغطي الاكل والشرب والملبس والتمدرس الى اخره، وهي ضعيفه جدا في احياء شعبيه الكراء بسومه اكثر من 200 درهم بطبيعه الحال، اكثر من 1000 درهم. طيب. خصنا كذلك ناخذ بعين الاعتبار ان كاين هناك اطفال اللي في وضعيه صعبه ذوي الاحتياجات الخاصه، انه كذلك ان القضاة خصهم ياخذوا بعين الاعتبار النفقه استثنائيه لهاد الاطفال، لانهم استثناء كما تنقولوا، ان خص يكون عندهم مستحقات اكثر من اجل التطبيب، من اجل التتبع الصحي والجسدي والنفسي لهؤلاء الاطفال طفلات او اطفال.
طيب الأستاذة الإدريسي، هل تعتقدين بعد كل هذه السنوات أن هناك اختصاص حقيقي في قضاء الأسرة، أم ما زال الطريق يقتضي الكثير من المجهودات من أجل الحصول على قضاء متخصص فعلا في هذه المسألة؟ نعم، هناك يجب أن نذكر أن هناك مجهودات من طرف القضاء إلى آخره ليكون هناك متخصصين، ولكن نحن في حاجة ماسة لمتخصصين في قضاء الأسرة، ويكون الملف الوحيد الذي يجب أن يكون عندهم هو ملف الأسرة. ثانيا، يكون عندنا متخصصين في الوساطة الأسرية كذلك لمساندة القضاة، ويكون هناك موارد بشرية لهذه محكمة الأسرة لأنها في حاجة لموارد، لأنها تعالج قضايا خاصة بالأسرة اللي هي نواة هذا المجتمع. أريد أن فقط أن أرجع على العنف، سألتي عن العنف الممارس. هناك العنف الممارس من داخل هذه المدونات الأسر، العنف الاقتصادي والاجتماعي. العنف الاقتصادي كما قالت الصديقة بصرة هو القضية أن النفقة وكيف تحسب هذه النفقة، نتساءل كيف تحسب هذه النفقة. ثانيا، المسألة السكن، تقول المدونة السكن للمحضون، وغالبا النساء يطردن من السكن رغم أنهم حاضنات. فهذه مسائل حتى ما يوجد في مدونة الأسرة على علته غير 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 مطبق. المسألة العنف الاجتماعي، لما نعتبر أن المرأة حاضنة فقط وليس لها أي قرار على أطفالها ولا أي وصاية على أطفالها في قبل أن يصلوا سن الرشد، هذا عنف. في تقسيم الممتلكات، ليست نقول تقسيم الممتلكات، ولكن ليست هناك ورقة، يجب أن يكون هناك ورقة العقد الزواج ومعه ورقة كعقدة لكل تصريح بالممتلكات التي لكل طرفين الزوج أو الزوجة قبل دخولهم إلى الحياة الزوجية، لأن من بعد نشوفوا ما اكتسبه كل واحد منهم عند انحلال أو وفاة أحد الزوجين، يكون بورقة رسمية إلى آخره. أما كلام شفوي وفي غالب الأحيان لا يقال للسيدة التي ستتزوج، ان هناك للزوجين اللي غيتزوجوا، ما كيقولوش راه كاينه ورقه فيها احتساب الممتلكات باش تقولنا دابا واش ديروها، لان حاجه ماشي رسميه، ما كاينش ورقه. كيما كاين عقده الزواج، خص تكون عقده خاصه بالممتلكات التي دخلت بها الزوجه او دخل بها الزوج، فيكون بعد ذلك سهل أن نحتسب. لما نتكلم على الإرث، هناك النساء الآن يساهمن في ثروة الأسرة بعملهن المادي ولا مادي المهني، أو حتى في بعملهم في الأسرة كربات بيت. هناك نساء على حسب المندوبية السامية للتخطيط، 70% من النساء يعملن في القرى بدون في 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 نشاط اقتصادي منتج، ولا يأخذون مدخولا، ولكن يساهمن بعرق جبينهم وأيديهم إلى آخره. فهذه مسائل يجب أن تؤخذ، واقع النساء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأن تمكين النساء والحصول على المساواة هو تمكين اقتصادي اجتماعي من جميع النواحي، يعني ليس فقط مدونة الأسرة هي باش، بل تمكين الأسرة من حقوقها، الأسرة كنواة طبعا للحفاظ عليها، لأننا نحن نريد أن نحافظ على الأسرة، ولكي نحافظ على الأسرة يجب أن يتمتع كل فرد في الأسرة بحقوقه كاملة متكاملة. طيب. لا يجب أن نقول هذا حلال وهذا حرام وهذا، لا، حقوق. الأستاذة بشرى، ماذا نفعل في العوائق الثقافية التي تبدو أنها ما زالت تحول دون الوصول إلى مبتغى الحركة النسائية ولمبتغى ما يتطلبه الواقع المعيش؟
هو الشغال على العقليات، لأن باش نتكلموا على المطالب وتنتكلموا على المطالبة بحقوق الإنسان كامرأة أو رجل، ضروري أننا علينا أن نشتغل في إطار ندوات، لقاءات تحسيسية توعوية، قوافل من أجل الرقي بفكر المواطنات والمواطنين، من أجل أنهم يستوعبوا المطالب الحركة النسائية، يستوعبوا كذلك الظواهر الاجتماعية ويعطيوا حلول لها. لأن لا يعقل باش نكون تنتكلموا على مطالب ولا تنتكلموا على إحصائيات ولا تنتكلموا على دراسات وحنا بعاد على في بعض الأحيان بعادين على الواقع ولا بعادين على الناس ولا ما تقدرش نتواصلوا معهم. إذن هذه المطالب بطبيعة الحال ديال الحركة النسائية هي نابعة بالأساس من المواطنات والمواطنين، نابعة من الملفات المتراكمة عند الجمعيات النسائية، كذلك متراكمة عند في المحاكم عند الجهات المعنية. كذلك اليوم ما بقيناش فقط حنا كحركة نسائية وحيدة اللي تتناضل من أجل التغيير، بل كذلك كل مؤسسات الدولة تدق ناقوس الخطر في عدة مواضيع، منها ظاهرة تزويج القاصرات، منها مشاكل الأذونات اللي تتعطى مثلا في التحايل على تعدد الزوجات إلى آخره، كذلك مشاكل اللي تتعرض لها النساء في العنف وكذلك ارتفاع المهول ديال العنف. إذن اليوم اللي مطروح هو أن مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني ضروري أنه يقوم بتحسيس بالتوعية عن طريق وصلات إشهارية، عن طريق مسلسلات، عن طريق الأفلام، عن طريق لقاءات تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية، قوافل إلى آخره، باش نقدروا أننا نغيروا العقليات التقليدية والعقليات الذكورية، من أجل أنه يتبنوا القيم الإنسانية ويتشبعوا بالقيم الإنسانية من أجل قوانين عادلة، القوانين التي تنص على المبادئ الإنسانية. وكذلك أن هذه القوانين ضروري في تغييرها، ضروري أنها تلائم مع الدستور المغربي ومع الاتفاقيات الدولية ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الطفل وكل القوانين والاتفاقيات الدولية اللي موقع عليها المغرب. لأن ممكنش حنايا نكونوا تنتكلموا على تغيير قوانين وعلى مطالب وحنا بعاد على المواطنات والمواطنين. لكن نتكلموا اليوم على حذف فصول متعلقة بتزويج القاصرات، ضروري أن ندق الأبواب في المناطق الوعرة، في الجبال، في القرى، من أجل فتح نقاش حقيقي مع المواطنات والمواطنين في تلك المناطق. اليوم كاين خطة مندمجة اللي صدرتها الرئاسة النيابة العامة، هي مهمة جدا، ولكن يمكن مطلبنا هو مطلب الحذف النهائي ديال الاستثناء، وهذا هو مهم. يمكن الخطة تكلمت على عدة مؤسسات الدولة من أجل أنها تشتغل بشكل جماعي من أجل مناهضة ومحاربة تزويج القاصرات، هذا مهم جدا، وهذا ما نبتغيه في كل مطالب الحركة النسائية في الجانب المتعلق بالعنف، في الجانب المتعلق بتقسيم الممتلكات. كما قالت الأستاذة سعيدة، في تقسيم الممتلكات كاين مشكل حقيقي في عقليات، باش نتكلموا مثلا على مع السادة العدل، تيقول لك بأنهم تيتحرجوا أنهم يتكلموا مع الأزواج في الوقت اللي بغيو يبرموا عقد الزواج، وهنا ضروري الشغل على العقليات، لأن خاص ضروري تهيئ الأزواج كذلك لمقبلين على الزواج، بأن خاص ضروري إبرام عقد الزواج اللي تنص على تقسيم الممتلكات المتراكمة بعد الزواج وما تكونش فيها مشكل. شكرا جزيلا لك الأستاذة بشرى عبدو على كل ما تفضلتي به. الشكر موصول كذلك للأستاذة سعيدة الإدريسي. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.